بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع، وبالتأكيد هيكون كل التفاصيل النهاردة في هذه الحلقة. كل التركيز هيكون على مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور الفاصل والحاسم، التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، حلم الشعب المصري، حلم كل المصريين، جماهير الكرة المصرية في كل مكان، أهلاوي، زملكاوي، اسماعيلاوي، كل مكان الكل بالتأكيد هيشجع منتخبنا الوطني، ومن كل محافظات مصر الكل هيتوجه إلى استاد القاهرة إن شاء الله عشان يشجع ويأزر منتخبنا الوطني إن شاء الله في مباراة السنغال يوم الجمعة الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، اللي هيسع في هذه المباراة 65,000 مشجع لمؤازرة منتخبنا الوطني في هذه المباراة الهامة والمصيرية والحاسمة. حلم الشعب المصري كله إن شاء الله هنشوف منتخبنا في كأس العالم في قطر في الدوحة. طيب زي ما انتم عارفين النهارده هيكون في كل التفاصيل الخاصه بمران منتخبنا الوطني والاستعداد لمباراه السنغال، وزي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشه ده جزء من تدريبات الامس لمنتخبنا الوطني، والكل بالتاكيد مستعد بشكل كبير جدا، سواء جهاز فني، لعيبه، جهاز اداري، جهاز طبي، حتى الاعلام قايم بدوره في دعم الفريق بشكل كبير جدا. وامبارح على المستوى الرسمي حضور مهم جدا لدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي كان ليه كلمه مؤثره مع الجهاز الفني واللاعبين، بانكم بالتاكيد كلاعبين وجهاز فني بتحملوا يعني امال وطموحات الشعب المصري في هذه المباراه الكبيره، ومش عايز اتكلم على الصقر القروي وان رد الاعتبار من مباراه السنغال في نهائي كاس افريقيا، كل مباراه ليها ظروفها، لكن ان شاء الله التحدي لهذا الجيل ان يقدر يعمل انجاز طيب والوصول لكاس العالم عشان على الاقل يكون خير تعويض على الاخفاق في نهائي كاس الافريقيه امام السنغال في البطوله اللي استضافتها الكاميرون الشهر الماضي. طيب حلقه النهارده فيها تفاصيل وكواليس مهمه جدا، لكن نبدا حلقتنا بسؤال حلقه اليوم، وسؤال حلقه النهارده توقعاتكم لتشكيل منتخب مصر امام السنغال يوم الجمعه، وتوقعاتكم ايضا للنتيجه. كل واحد يشارك معنا في الاجابه على السؤال من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا، صفحه الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقره الاخيره هستعرض اكبر قدر من اراء حضراتكم وتوقعاتكم لتشكيل منتخبنا الوطني، والتشكيل اللي ممكن يبدا به البرتغالي كارلوس ساكيروش، هذه المباراه الهامه والمصيريه لمنتخبنا الوطني امام السنغال. لكن خلونا نبدا حلقتنا باهم العناوين. في ترند الاهلي، هاني جاهز لمواجهه الهلال السوداني. وفي الترند المحلي، المنتخب يواصل الاستعداد على استاد الدفاع الجوي. وأخيرا منتخب السنغال يصل القاهرة اليوم. مزيد من التفاصيل وحلقة فيها كواليس مهمة جدا، وكمان هنلقي الضوء على بعض الأمور الخاصة باستعدادات الأهلي لمباراة الهلال السوداني خلال الفترة القادمة، كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. النهارده ترند الترند معانا هنشرح امور مهمه جدا خاصه بالدور الفاصل والحاسم في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، مباراه هامه جدا مباراه مصر والسنغال، ويمكن في اليوم ده يوم الجمعه 25 مارس بتتلعب خمس مباريات في نفس اليوم، وحتى التوقيتات قريبه جدا ما بين المباريات وبعضها. يعني مثلا لو بنتكلم على اولى المباريات هتكون مثلا مباراه الكاميرون او مباراه الكونغو الديمقراطيه والمغرب حوالي الساعة 5 بتوقيت القاهرة، بعدها مباراة مالي وتونس الساعة 7 بتوقيت القاهرة، في نفس التوقيت الكاميرون والجزائر الساعة 7 أيضا بتوقيت القاهرة، مصر والسنغال وغانا ونيجيريا 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، فاحنا بنتكلم على خمس مباريات، ماتش الساعة 5، ماتشين الساعة 7، ماتشين الساعة 9:30، فبالتالي المباريات كلها في توقيت واحد، فالحدث كله خلال ال 48 ساعة القادمة على ماتشات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم. وحلم الشعوب الإفريقية، كل بالتأكيد بلد بتتمنى أن يكون منتخبها في كأس العالم، محفل دولي كبير جدا، ويمكن هو من أهم المحافل الدولية والعالمية بعد الأولمبياد، فبالتأكيد هيكون في سبوت واهتمام إعلامي كبير جدا على مباريات يوم الجمعة، وهي لقاءات الذهاب قبل لقاءات العودة اللي هتتلعب يوم 29 مارس أيضا في نفس اليوم يوم الثلاث، خمس مباريات والتوقيتات كلها متقاربة من بعض. طيب موقف الدور الفاصل إيه؟ يعني مثلا نفترض إحنا داخلين على مباراة مصر والسنغال والنتيجه في المباراتين قريبه من بعضها، يعني مثلا مصر اتعادلت مع السنغال 0-0 في القاهره، والسنغال ومصر في داكار يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله مثلا في الوقت الاصلي ال 90 دقيقه هيكون ايضا 0-0، هل هيبقى في اكسترا تايم؟ هل هيكون في ركلات جزاء ترجيحيه؟ طب لو لعبنا اكسترا تايم، لو منتخب مصر احرز هدف
والسنغال احرزت هدف. هنا الهدف خارج الارض في الاكسترا تايم بيتم اعتباره بهدفين ولا لا؟ في لائحه منظمه للقواعد الخاصه بتصفيات كاس العالم، واللائحه دي يمكن الاتحاد الدولي وضعها قبل انطلاق مباريات التصفيات، وحدد فيها كل شيء متعلق من اول المرحله التمهيديه حتى مرحله دور المجموعات وحتى المباريات الفاصله اللي بتتلعب سواء في لقاء ذهاب وعوده او حتى مباراه واحده. اللائحه بتحدد وبتقول ايه في البند رقم 20 الماده 10، بتحدد مرحله النوك اوت، مرحله خروج المغلوب او مرحله الخاسر وعدم المتاهل الى مرحله كاس العالم في قطر 2022. لو المباراه في وقتها الاصلي انتهت بالتعادل السلبي ومباراه الذهاب انتهت بالتعادل السلبي قدامكم على الشاشه، يمكن دي اللائحه المنظمه للتصفيات المؤهله لكاس العالم زي ما قلت، الماده رقم 20 او الماده رقم 20 بند رقم 10. البند رقم 10 بيتكلم على الفورمات بتاعه مرحله النوك اوت، مرحله خروج المغلوب مباشره. طيب لقاء الذهاب انتهى بالتعادل ولقاء العوده في الوقت الاصلي انتهى بالتعادل، هنا لو التعادل سلبي وهناك تعادل ايجابي الهدف خارج الارض بيتم احتسابه بهدفين. طيب هل لو في تعادل سلبي في مباراه القاهره وتعادل سلبي في مباراه العوده في السنغال نروح لركلات جزاء ترجيحيه ولا نلعب اكسترا تايم؟ لا، هنلعب اكسترا تايم، وده اوبشن او ده يعني نقطه اضافيه للفريق اللي بيستضيف لقاء العوده على ملعبه، هنلعب اكسترا تايم 30 دقيقه من شوطين، كل شوط ربع ساعه. طيب اذا حصل اي اهداف ايجابيه في الاكسترا تايم هي جزء لا يتجزا من الوقت الاصلي للمباراه، وبالتالي 0-0 في مصر، رحنا اكسترا تايم في السنغال وكان لسه 0-0 وتعادلنا في الاكسترا تايم 1-1، مصر مباشره تتاهل الى كاس العالم. طب لو فضل في تعادل سلبي نروح مباشره لركلات الجزاء الترجيحيه من نقطه الجزاء عشان تحدد المنتخب المتاهل الى المرحله القادمه، وبالتالي دي القواعد المتعلقه بالمباريات الفاصله. فبالتالي اذا انتهت المباراه الاولى هنا في مصر 0-0 محدش يزعل او يتضايق، لسه عندك اكثر من فرصه في لقاء العوده، والفرص اللي عندك انك ممكن تجيب هدف سواء في الوقت الاصلي او الوقت الاضافي، وهنا الهدف ساعتها هيبقى هدف ذهبي لان الهدف هيكون بهدفين ويديك اريحيه او فرصه انك تتاهل الى مرحله الدور النهائي او تتاهل الى كاس العالم في قطر 2022. المباريات كلها هتبقى صعبه ومحدش يتنبأ بسهوله اي مباراه، مباراه مصر والسنغال ممكن تكون من اقوى المباريات او اشدها صعوبه، لكن طبعا مباراه الكاميرون والجزائر بنفس القوه، تونس ومالي البعض يتوقع ان تونس ممكن يكون يعني مستواها اعلى من مالي فبالتالي هتكون مباراه سهله، لا منتخب مالي كمان عنده لعيبه مميزه جدا، والمباراه دي تحديدا مباراه مالي وتونس في الذهاب او تونس ومالي في العوده هيكون لها خصوصيه عند جمهور الاهلي. ليه بقى؟ انت بتتكلم عن مواجهه مباشره ما بين اليو ديانج لاعب خط وسط مالي مع علي معلول كابتن منتخب تونس والظهير الايسر لمنتخب تونس، انت ساعتها هتبقى محتار بتتمنى تاهل مالي عشان ديانج ولا تتاهل تونس عشان علي معلول؟ طبعا احنا بنتمنى بالتاكيد وكل الدعم للمنتخبات العربيه، لكن انا بقى بتكلم في فكره ان جمهور الاهلي هيبقى ما بين نارين، يعني بيتمنى ديانج يروح كاس عالم وبيتمنى معلول يروح كاس عالم، لكن هي القرعه وقعت الاثنين في طريق بعض، تونس هتلاعب مالي، لكن باذن الله نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري على حساب المنتخب الكاميروني، بنتمنى التوفيق يا رب للمنتخب التونسي على حساب المنتخب المالي، بنتمنى التوفيق للمنتخب المغربي على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية، وإن كان برضو في بعض المشاعر الطيبة كده من بعض الناس للمنتخب الكونغو، لأن بالتأكيد في طرف مصري في هذه المباراة، وجود كابتن محمود فايز مدرب في منتخب الكونغو الديمقراطية مع هيكتور كوبر اللي كان ليه صولات وجولات مع منتخبنا الوطني ويمكن صاحب الرصيد الأعلى من تحقيق انتصارات في الفترة السابقة لما منتخب مصر تأهل معاه لكأس العالم في روسيا 2018 بعد غياب فترة طويلة جدا منذ آخر مونديال تأهل ليه منتخب مصر في 90 في إيطاليا، وقدر محمد صلاح يكسر بقى الأسطورة أو الرقم اللي كابتن مجدي عبد الغني كان بيتكلم عليه سنوات سابقة، ويقدر يحرز أكتر من هدف في كأس العالم سواء من ركلة جزاء أو حتى من لعبة مباشرة في باقي مباريات البطولة وتحديدا أمام المنتخب السعودي. فبالتالي كل التوفيق للمنتخبات العربية، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، والمباراة الأخيرة بقى ما بين نيجيريا وغانا، أيا كان الفريق المتأهل نتمنى له التوفيق إن شاء الله، وإن كان طبعا المنتخب النيجيري يمكن صاحب يعني التوقع الأعلى أو الفرصة الأعلى في التأهل لكأس العالم نتيجة التصنيف والتأهل وتواجده بشكل قوي جدا في آخر منافسات لكأس الأمم الإفريقية. طيب ده كل الكلام الخاص
بمباراة مصر والسنغال وتصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم. ومنتخبنا إن شاء الله كامل العدد الحمد لله، ما فيش إصابات، في يعني تركيز شديد جدا داخل معسكر منتخب مصر، دايما في جلسات ما بين كارلوس كيروش مع جهازه المعاون. روجر دي ساك كان قال تصريح عجبني جدا على مباراة مصر والسنغال اللي اتلعبت في نهائي كأس أمم إفريقيا، وقال محدش ياخد المباراة دي مقياس على مباراة يوم الجمعة اللي جاية أو مباراة الثلاثة اللي بعد اللي جاي بخصوص التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. قال المباراة بظروفها مختلفة، احنا لعبنا السنغال واحنا لاعبين ثلاث مباريات متتالية بإكسترا تايم، يعني لاعبين يعتبر مباراة زيادة عن المنتخب السنغالي، فبالتالي العامل البدني كان في صف المنتخب السنغالي، كان في صالح منتخب السنغال وقدر ان هو يكسب بركلات الجزاء الترجيحيه. لكن لو في الظروف الطبيعيه منتخب مصر يقدر يعمل مباراه كبيره على السنغال. كمان في تركيز شديد جدا من محمد صلاح، في جلسات بتتم من محمد صلاح مع عدد من لاعبي المنتخب وائل جمعه مدير المنتخب كابتن وائل جمعه، وكلامه مع اللعيبه بصفته طبعا صاحب الخبرات الكبيره، مش بتكلم بس على دوره الاداري لا كمان دوره الفني لما لعب هذه المباريات الكبيره امام اقوى المنتخبات وافضل المهاجمين الافارقه في الدوريات الاوروبيه، وقدر يكون حائط صد امام ديدي دروجبا وصامويل ايتو والحاج ديوف وخليل وفاديجا. كل دي بالتاكيد خبرات عند الصخره وائل جمعه يقدر كمان ينقلها في وجوده داخل الجهاز الفني مع باقي اللاعبين. كل التوفيق لمنتخبنا، كامل الدعم والثقه في اي تشكيله هتبدا في هذه المباراه. كان لنا بعض طبعا التعليقات على عدد من اللعيبه اللي ما انضموش، لكن في النهايه احنا في اللحظه دي في صف المنتخب بندعم المنتخب، في النهايه في جهاز فني هو صاحب القرار الاول والاخير، وهو اللي هيتحاسب في النهايه على مجمل النتائج. لا قدر الله لو ما فيش تاهل، وباذن الله باذن الله ما يكون في تاهل ويقدر يحقق انجاز جيد بعد بالتاكيد ما وصل الى نهائي كاس افريقيا الاخيره في الكاميرون. طيب ده كان موضوع متعلق بملف مباراه مصر والسنغال والدور الفاصل يوم الجمعه القادم وحضور 65,000 متفرج. طيب اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، ولسه باقي فقرات برنامج الترند، والنهارده عندنا كلام كتير جدا وتفاصيل وكواليس مهمه في حلقه النهارده. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وهنتناول مع بعض المحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال ميديا واللي اتكتب عن النادي الاهلي خلال الساعات الاخيره. طبعا احنا في فرحه واجنده دوليه، لكن لا تخلو السوشيال ميديا ابدا من الحديث عن النادي الاهلي. طيب نبدا مع بعض الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر. النادي الاهلي بيطالب بحضور 15,000 مشجع لمباراه الهلال السوداني. هنا على عهده الزملاء في المصري الرياضي يمكن عندهم معلومه من مصدر ان النادي الاهلي طلب من الجهات الامنيه ومن اتحاد الكره ان يكون في حضور ل 15,000 متفرج في مباراه الهلال السوداني اللي هتتلعب ان شاء الله يوم 2 ابريل. لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها لسه ما فيش ميعاد رسمي تم ارساله من الاتحاد الافريقي بخصوص مواعيد الانديه اللي هتشارك في الجوله السادسه والاخيره. الجوله الاخيره كلنا عارفين هتتلعب احد ايام 1 او 2 ابريل. معلوماتي ان المباراه شفويا كده تم او شفهيا تم ابلاغ مسؤول الاهلي اللي هتتلعب يوم 2 ابريل، لكن الساعه كام لسه لم يتم تحديد اي موعد. مين حكام المباراه لم يتم تحديد اي موعد. يمكن البعض اعتقد ان المباراه هتتلعب 2 ابريل اول يوم رمضان، فلازم تتلعب في توقيت واحد طبقا لمباراه الجوله السادسه ان في اللائحه لازم كلها تتلعب في توقيت واحد، فصن داونز والمريخ هيلعبوا جنوب افريقيا، فبالتالي المباراه تتلعب الساعه 3 العصر، وبالتالي ده توقيت هيكون ساعه الصيام في رمضان. برضو الكلام ده مش مؤكد، هو وارد فعلا، لكن حتى هذه اللحظه انا بتكلم دايما بناء على الايميلات الرسميه او الخطابات الرسميه اللي اتبعت من اداره المسابقات. المباراه يوم 2 يوم 2، لكن الساعه كام مين الحكم لسه كل ده ما اتحددش. لكن الاهلي قبل ميعاد المباراه بحوالي اكتر من 10 ايام بيطلب الحضور الجماهيري، وكلنا عارفين ان الحضور في الفتره السابقه كان دايما بيقتصر على حضور حوالي 5,000 مشجع. المره دي عشان المباراه مهمه جدا وحاسمه في التاهل، ففي طلب بزياده العدد الى 15,000. يتوافق على العدد ممكن يتم يعني تخفيض العدد ل 10,000. في النهايه اي حضور جماهيري في المباراه دي هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، خاصه انها بتتلعب على ملعب الاهلي والسلام، ف 5,000 10,000 في الملعب هتفرق بشكل كبير جدا مع الاهلي قدام الهلال السوداني. النادي الهلال لا بديل امامه سوى حاجه واحده بس، يكسب الاهلي 1-0. لكن النادي الاهلي عنده اكثر من اختيار، يكسب يتاهل مباشره، يتعادل تعادل سلبي او تعادل ايجابي يتاهل مباشره، عشان الاهلي هيكون عنده 8 نقط والهلال مازال في المركز الثالث باربع نقاط او حد اقصى ممكن يوصل الى 5 نقاط. عموما لسه في حوالي اسبوع للكلام على هذه المباراه،
لكن انا بتوقع خلال 48 ساعه لازم يكون في ايميل رسمي بتحديد الموعد والتوقيت والحضور الجماهيري وكمان الساعه اللي هتتلعب فيها هذه المباراه وطاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراه. حساب يلا كوره بيتكلم على الاصابات بقى ومدى جاهزيه اللعيبه في الفتره اللي جايه. مصدر ليلا كوره قال ان محمد هاني جاهز لمواجهه الهلال وصلاح محسن يعود للتدريبات بعد اسبوعين. الكلام ان محمد هاني ان شاء الله هيكون جاهز لماتش الهلال السوداني، يمكن هو شعر كده يعني الم بسيط في العضله الضامه وبالتالي خرج ما قدرش يستكمل المباراه، وكويس ان هو خرج لان لو كان كمل وحاسس ان في الم كان ممكن لا قدر الله يتعرض لشد او لمزق، لكن الحمد لله يمكن اجرى اشعه وثبتت سلامه اللاعب وهيكون جاهز ان شاء الله في التدريبات الجماعيه في الاسبوع القادم عقب عوده الفريق من الراحه السلبيه. كمان صلاح محسن كلنا عارفين الفتره الاخيره صلاح محسن غايب عن التدريبات منذ حوالي شهر ونصف، يمكن من وقت كاس العالم للانديه، احنا بنتكلم مثلا في اوائل شهر فبراير يعني داخلين على شهرين، وكان بعيد تماما، عمل عمليه جراحيه زي ما احنا عارفين، كان عنده شرخ كده في مشط القدم، عمل عمليه جراحيه ويمكن خاض بعض التدريبات التاهيليه، لكن هيكون جاهز للمران الجماعي بعد اسبوعين من دلوقتي، يعني بمعنى اصح على 10 ابريل هيكون صلاح محسن جاهز للتدريبات الجماعيه والدخول في المباريات في الفتره اللي جايه. صلاح من اللعيبه المهمه جدا، واتمنى الفتره اللي جايه يرجع بسرعه عشان يعوض اللي فاته، لان مهم جدا صلاح في نهايه الموسم يكون ليه تاثير ايجابي مع الاهلي في ظل ان الاهلي دايما بيعتمد على محمد شريف مع منح بعض الوقت ليه حسام حسن. نروح كمان لترند الاهلي والوطن سبورت بيتكلم على تكليف من بيتسو موسيماني للجهاز المعاون لتحضير تقرير عن اللاعبين الدوليين. كلنا عارفين اللعيبه الدوليه ما يقرب من حوالي 9 لعيبه، 7 مع منتخب مصر وعلي معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع منتخب مالي، فكلنا عارفين انك بتتكلم في 9 لعيبه، 9 لعيبه يعني انت بتتكلم في القوام الاساسي للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه، قوام اساسي 9 لعيبه، لازم الجهاز المعاون يتابع حاله التسعه، يتفرج على المباريات، كمان يكون في اتصالات تليفونيه مع الجهاز المنتخب، يعرف لا قدر الله لو في لعيب خرج يكون في اجهاد، يكون في لا قدر الله اصابه، ده مهم جدا عشان لما ترجع اللعيبه تكون القياسات البدنيه للعيبه الدوليه عند الجهاز المعاون للنادي الاهلي وعند السكاوتنج، ويعرف بقى اللعيبه دي لما ترجع محتاجه راحه قد ايه وتبدا تخش في التدريبات امتى. وخدوا بالكم هو اصلا الوقت كمان ضيق، يعني ماتش 29 مارس لقاء العوده في الدور الفاصل ما بينه وما بين مباراه الهلال السوداني بنتكلم في حوالي 72 ساعه، 30 مارس 31 مارس 1 ابريل، فثلاث ايام بس ما بين مباراه العوده مع لقاء الاهلي مع الهلال السوداني. في الثلاث ايام دول اكيد هيكون في يوم راحه، لعيبه مصر هتكون او لعيبه الاهلي راجع مع منتخب مصر من السنغال، علي معلول واليو ديانج هيكونوا موجودين في تونس، مش هيكونوا جايين من مكان تاني، هيكونوا جايين من تونس الى القاهره، فكل الترتيبات دي الجهاز المعاون هيبدا يشتغل عليها ويقدم تقرير بيها لبيتسو موسيماني، وكمان الجهاز الاداري هيحضر مساله عوده اللعيبه دي من خلال تذاكر الطيران عقب نهايه الدور الفصل. طيب نروح كمان لخبر تاني وبيتكلم بقى على احتياجات الاهلي في الموسم الجديد من خلال صفحه كوره بلس، وهم دايما كوره بلس مهتم جدا بمساله الصفقات والتعاقدات والاعارات في الفترة الأخيرة. كل يوم لازم يكون معايا خبر من كورة بلس بيتكلموا، يا إما في لعيب معار هيرجع، أو في لعيب هيتم إعارته في الفترة اللي جاية عشان مثلا ما ظهرش بشكل كويس لغاية دلوقتي، أو موسيماني قعد مع لجنة التخطيط وبيحدد احتياجاته في الفترة اللي جاية. وأنا بأكد لكم الكلام ده إن الفترة الحالية لا في فتح مسألة ملف المعارين ولا ملف الصفقات ولا احتياجات الموسم الجديد. كل الكلام اتقال ده عبارة عن اجتهادات صحفية لا تمت للواقع بأي صلة. مش معقولة جهاز فني لسه ما خلصش أصلا نص الموسم، يعني نص مباراة الدوري الأهلي لسه ما لعبهاش، وبطولة أفريقيا لسه أنت مستني موقف ماتش الأهلي والهلال السوداني عشان تشوف مشوارك اللي جاي، لا قدر الله لا قدر الله يعني إذا خرجت، ولا هتكمل في البطولة الإفريقية. فبالتالي أبجديات العمل وأنت بتتفرج على شغل أي جهاز فني ده مش توقيت حد يتكلم فيه عن احتياجات خالص، لما يشوف المشوار الإفريقي ماشي إزاي ولما يخلص على الاقل نص السيزون في الدوري العام يقدر يحدد هو الموسم ده محتاج صفقات ولا مش محتاج صفقات. نفترض متصدر الدوري وتاهل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا وماشي في دوري ابطال افريقيا بشكل كويس جدا ووصل للفاينل وخد البطوله، هل تتوقع احتياجاته في السنه اللي جايه ممكن توصل لخمس ست لعيبه ولا ممكن لاعب او اثنين؟ فبالتالي هي مساله نسبيه مش هيتم تحديدها دلوقتي، لسه بدري قوي على الكلام ده. طيب نروح كمان لبوابة الأهرام وبتتكلم على أن الأهلي
بيترقب موقف بدر بانون عقب الفحوصات الأخيرة. كلنا عارفين ان بدر بانون كمان الفترة الأخيرة يمكن بعد عودته من كأس أمم إفريقيا للأسف تغيب بسبب طبعا مضاعفات كورونا، وعايز أقول لكم النادي الأهلي بيتعامل مع بدر بانون وكأنه لاعب أساسي في صفوف النادي الأهلي. كل اللي بيتنشر عن فكرة ان اللاعب الأهلي بيفكر في إعارته أو الاستغناء عنه كل ده عاري تماما، كل الكلام ده عاري تماما من الصحة. بدر بانون مستمر في الأهلي، لسه في فحوصات تانية الفترة اللي جاية، وطالما الجهاز الطبي ما أعلنش أي تفاصيل غير اللي تم إعلانها في الفترة الأخيرة إن لسه في شهر ونص تانيين راحة وبعدها فحوصات تانية، محدش يصدق أي كلمة بتتقال. حساب الرسمي لبوابة الأهرام النهاردة بيتكلم على إن الأهلي بيترقب موقف بدر بانون وإنه هيخضع لفحوصات تانية بعد شهرين من دلوقتي، والفحوصات دي هي اللي هتحدد مدى عودة اللاعب أو إمكانية عودة اللاعب للتدريبات خلال الفترة اللي جاية، وهل ممكن يحتاج راحة تانية ولا لا. وبالتالي هنا الخبر أو الاهتمام من خلال السوشيال ميديا لبوابة الأهرام ما راحتش لفكرة الإعارة أو البيع أو التنازل أو فسخ التعاقد، الكل بيتكلم على إمكانية لحاق بدر بانون بالموسم الحالي. كمان دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق في هذا الخبر قال تصريح مهم جدا إن موقف بدر بانون بصفة مستمرة في اطلاع عليه عشان نطمئن على حالته بغض النظر عن المشوار الرياضي أو المشوار القروي ليه كلاعب داخل صفوف الأهلي. هنا الأمر متعلق بظروف إنسانية، أنت عندك لعيب لازم تطمن عليه في الأساس قبل فكرة أنه يلعب ولا ما يلعبش، هيكمل الموسم ولا مش هيكمل الموسم. خدوا بالكم في أوروبا تحديدا أي خبر متعلق لا قدر الله بحالة وفاة أو بإصابة بيكون الكلام دقيق جدا جدا جدا. هنا في مصر للأسف بحس دايما أن في ناس بتحاول تستبق المعلومة وبتجتهد في المعلومة سواء صحيحة أو خاطئة، أيا كان بقى ضرر أو يعني الآثار الإيجابية أو الآثار السلبية اللي ممكن تعود على اللاعب أو على أسرة اللاعب أو على مستقبل اللاعب من أي كلام بيتكتب. مهم جدا لما نتكلم عن أي لاعب سواء في حالة إصابة أو أي مضاعفات كورونا لازم نكون مركزين جدا في كل كلمة بتتقال وبتتكتب، وما نكتبش أي حاجة إلا ما يكون في تصريح رسمي من طبيب الفريق اللي متابع للحالة بشكل دوري وبشكل مستمر. طيب ده كان كلام مهم جدا كنت عايز أختم بيه الحديث عن بدر بانون. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف باقي فقرات برنامج الترند النهاردة، وأكيد لا حديث يعلو كمان على مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما انتم شايفين يمكن رجاله مصر خلاص في استاد الدفاع الجوي، وبنتكلم النهارده الاربعاء يعني بنتكلم على التدريب الرئيسي والاساسي لمنتخبنا الوطني استعدادا لمباراه السنغال. خدوا بالكم في لقطه مهمه جدا قبل ما اتكلم على اللقاء اللي ما بين الكابتن وائل جمعه مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري، كانت في لقطه جميله جدا ما بين محمد صلاح مع العمال والمعاونين في الاجهزه الطبيه. الروح الجميله دي اللي موجوده داخل صفوف المنتخب مهمه جدا. الناس تقول لك محمد صلاح اسم كبير ونجم كبير، والبعض ممكن يقول لك ما اصله بيتعامل مثلا ايه معامله النجم الخاص جوه صفوف المنتخب. لا، اللي احنا شفناه الجميع جوه المنتخب على قلب رجل واحد، صلاح واقف مع العمال، واقف مع المعاونين للاجهزه الطبيه، بيهزر بيهرج معاهم، واقف حتى مع زمايله، كلهم في النهايه بيمثلوا مصر، بيرتدوا تيشيرت منتخب مصر. كمان شفنا اهو زي ما انتم شايفين دي اللقطه اللي كنت عايز اتكلم عليها في البدايه، يمكن دعم عبد الله سيد طبعا من العمال والناس اللي موجوده في منتخبنا الوطني من زمان جدا. محمد صلاح بيتكلم معاه وحاله الروح والود والالفه اللي موجوده في صفوف المنتخب والضحكه والابتسامه دي بتدينا يعني انطباع ان شاء الله باذن الله في حاله معنويه مهمه جدا وكويسه جدا جوه صفوف المنتخب. مصطفى محمد، عمر كمال، عبد الواحد، ايمن اشرف، محمد صلاح، ياسر ابراهيم اللي فرض اسمه ونفسه على المنتخب، محمد عبد المنعم، إن شاء الله بإذن الله الكل يكون جاهز لهذه المباراة، حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد أبو جبل. بصوا يا جماعة احنا بنتكلم على منتخب مصر، لا في بقى فكرة أصل ده أهلاوي ده زملكاوي ده حارس مرمى الأهلي ده حارس مرمى الزمالك، اللي هيقف في حراسة المرمى ده حارس مرمى منتخب مصر، اللي هيمثل الفريق في المباراة العشر لعيبة مع حارس المرمى ده تشكيل منتخب مصر. ما نقولش في خمسة أساسيين من الأهلي وثلاثة من الزمالك واثنين من بيراميدز
وواحد محترف، كلهم في النهاية بيرتدوا تيشيرت منتخب مصر ورافعين علم مصر في مباراة السنغال. ربنا إن شاء الله يوفقهم ويفرحوا الشعب المصري في المباراتين، مش مباراة واحدة، لازم نعمل حسابنا على المباراتين مش المباراة الواحدة، لأن في النهاية 180 دقيقة مش 90 دقيقة هي اللي هتأهلك لكأس العالم. طيب مزيد من التفاصيل ومعرفة آخر الأخبار وكواليس منتخبنا الوطني، أذهب مباشرة إلى زميلي العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي حاضر حاليا مران منتخبنا الوطني. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك طبعا في البدايه، وكل التحيه ايضا كمان بقى للجمهور النادي الاهلي وجمهور مصر، لان الكل بيتكلم باسم مصر انت عارف يا محمد في هذا التوقيت. فيا رب ان شاء الله يا رب 180 دقيقه يكون من نصيبنا يا محمد ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب قول لي بقى، عندك المران ماشي ازاي في بدايه المران؟ ايه اللي حصل؟ شفت كمان في جلسه للكابتن وائل جمعه مع الاستاذ جمال علام محمد صلاح، وفي دايما كده ابتسامه وفي حاله تفاؤل شايفها من اللقطات اللي جايه لي دلوقتي، وهي لقطات حصريه بالتاكيد على شاشه قناه الاهلي في هذه اللحظات. بالتاكيد طبعا يا محمد، يعني حرص كبير جدا ومسانده كبيره جدا من الاتحاد المصري طبعا برئاسه الاستاذ جمال العلام طبعا، لان التوقيت ده محتاج التكاتف الكبير من الجميع، الجمهور والاتحاد والمسؤولين والبلد بالكامل ورا منتخبنا الوطني ان شاء الله. في ان شاء الله 180 دقيقه بناكد عليها، لان هو شوطين يا محمد، شوط اول هنا في القاهره ثم شوط ثاني ان شاء الله نقدر نحسم الشوط الاول من القاهره. حاله تفاؤل وحاله تركيز كبيره جدا كعاده منتخبنا الوطني، ويمكن انت اتكلمت طبعا عن القيمه الكبيره جدا محمد صلاح. لا يعني محمد صلاح مختلف بشكل كبير جدا في التعامل مع الجميع يا محمد، وبتدي رساله ومردود كبير جدا الكل في واحد، دي هي دي الرساله اللي متواجده في هذا التوقيت مع منتخبنا الوطني. الكل متواجد، الكل بيساند، الكل عارف اهميه منتخب تيشيرت منتخبنا الوطني، عارف اهميه المباراه. فالحقيقه الروح دي بتدي مردود كبير جدا من حاله التركيز وحاله الجديه اللي احنا شايفينها من الجميع. ان شاء الله باذن الله الحاله دي تكون معانا، تكون بجوار الجمهور طبعا، جمهورنا العظيم طبعا جمهور مصر، اللي ان شاء الله كالعاده يكون له دور كبير جدا في المباراه اللي هتقام طبعا هنا في القاهره في البدايه. الاجواء محمد طيبه جدا طبعا بالنسبه لمنتخبنا الوطني، التركيز انت عارف النهارده طبعا وسائل الاعلام كانت متواجده كالعاده، وامس كانت متواجده 10 دقائق بس يمكن سمح بيهم مستر كيروش طبعا لتصوير الفريق والاطمئنان طبعا، وبيطمن بشكل عام طبعا يعني كل جمهور مصر على حاله اللاعبين، الابتسامه، التركيز، بنشوف التركيز في وش اشرف ياسر، في مصطفى محمد، في عدد كبير جدا من اللعيبه. يا رب ان شاء الله كل الامور دي تكلل بالنجاح، وثقتنا كبيره في لعيبتنا، في كيروش، في ربنا سبحانه وتعالى طبعا في البدايه ان شاء الله ان احنا نقدر نتخطى هذه المباراه وتتبقى لنا مباراه لها حسابات ثانيه خالص في السنغال يا محمد. اكيد زي ما انتم شايفين معانا يا جماعه على الشاشه، دي لقطات خاصه وحصريه لقناه الاهلي منذ قليل، يمكن التدريب ده تدريب النهارده الرئيسي والاساسي على استاد الدفاع الجو، واللقطات دي يمكن بدات او يعني تم ارسالها منذ لحظات قليله على الهواء مباشره، وفيها التجمع الكامل بقى لمنتخبنا الوطني، تدريب حراس المرمى، تدريب المجموعه الاخرى من مهاجمي الفريق. شايفين قفشه بيتكلم مع امام عاشور، شايفين كمان وائل جمعه، محمود علاء، تريزيجيه. طب كريم عايز اتكلم كمان على تدريب حراس المرمى، وانت شايف تدريب عصام الحضري مع الشناوي وابو جبل، هل التدريب راحوا للتدريب مباشره ولا قعدوا يتكلموا شويه ومساله التحفيز المعنوي ويبقى في كلام على فريق السنغال، ولا الكل نازل رايح دايما على الوحدات التدريبيه على طول؟ يعني شفت جلسات كده ثنائيات؟ بالتأكيد يا محمد طبعا، يمكن نقطة مهمة جدا تحديدا في حراسة المرمى، السن متقارب ودي يمكن ميزة كبيرة جدا، بنشوف قرب السن طبعا مش بشكل كبير جدا، لكن الحضري وابو جبل والشناوي وعلاقاتهم الطيبة جدا ببعض بعيدا عن اهلي وزمالك وبعيدا عن اي شيء، بنشوف الجلسات، بنشوف الوحدات التدريبية قبل ما يتم تدريبها، بنشوف عصام الحضري بيجتمع بيه الشناوي وابو جبل بيتكلم معاهم النهارده هنعمل ايه، التركيز في الحاجات الصغيرة دي، الحاجات دي يا محمد بتدي انطباع كبير جدا، وبتدي ان الروح اللي متواجدة دي هي دي اللي تكون سر نجاح منتخبنا الوطني، كل يلعب باسم مصر. الوحدات التدريبيه الحقيقه كمان كابتن عصام عامل شغل كبير جدا في الوحدات التدريبيه مع حراسه المرمى، حراسه المرمى قيمه كبيره جدا، ومحتاجه ان على طول يبقى الحارس المرمى في التوب فورم بتاعه في كل التدريبات وليس في تدريب وحيد. النهارده شفنا يمكن ما كناش متواجدين بشكل كبير يا محمد من المساحه طبعا في الوقت اللي مسموح لينا في التدريب، لكن الدقائق الحقيقه اللي احنا تواجدنا فيها في استاد الدفاع الجوي شفنا التركيز الكبير، شفنا الروح الطيبه جدا بين الجميع، وتحديدا كمان في حراسه المرمى اللي متواجد طبعا كلنا هندعمه، الشناوي متواجد، ابو جبل انت عارف في متغيرات كثيره جدا، بنامل ان شاء الله اي حد يكون متواجد يا محمد، ال11 المتواجدين ان شاء الله اسم مصر كبير جدا، الكل يبذل كل ما عنده، ويا رب ان شاء الله يكون فرحه كبيره جدا ان شاء الله لكل جمهور مصر اللي منتظر ومتعطش مباراه السنغال بشكل كبير جدا، ان شاء الله ربنا يكون معانا في هذه المباراه يا محمد. باذن الله ان شاء الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، واللي كان حاضر النهارده مران منتخبنا الوطني على استاد الدفاع الجوي استاد 30 يونيو، شكرا جزيلا ليك، وكلام مهم جدا قاله كريم، ولقطات مهمه جدا كنا حريصين ان احنا نزحها مباشره لكل جماهير الكره المصريه في كل مكان عشان تطمن على منتخبنا الوطني. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها قبل ما اطلع لفاصل،
فكره طريقه اللعب، هيغير طريقه اللعب، هيلعب باثنين راس حربه، هيبدا بقفشه، لا هيبدا بتريزيجيه 4-2-3-1 4-4-2. انا والله بتفرج على كل الاستعدادات لمنتخبات تانية بره وبشوف الاعلام بيتكلم في ايه، محدش بيتكلم على طرق لعب ولا خطه لعب ولا مين هيبدا في التشكيل ولا مين مش هيبدا في التشكيل. الامور دي تبقى خاصه بالجهاز الفني وايا كانت طريقه اللعب. انا يهمني كاعلام او يهمني كمتلقي النتيجه والاداء في المباراه، وبعد كده اقيم بقى طريقه اللعب. لكن اكشف بعض الكواليس واتكلم على التشكيل وطريقه اللعب، صدقوني ده مش صح. ولو بصينا على اعلام بره بيتكلم ازاي، الخريطه اتغيرت، ولازم نغير كمان تفكيرنا في الحديث عن منتخب الوطني، خاصه لما بيكون داخل على مباراه حاسمه. وخدوا بالكم الاعلام المصري او الاعلام الراديو في مصر في سبوت كبير جدا عليه من بره، والناس كلها متابعانا وعارفه ايه اللي بيتقال، كل كلمه وكل حرف بيوصل بره بالتاكيد قبل هذه المباراه المهمه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف الترند المحلي وايه الكلام اللي اتكتب عن منتخبنا الوطني من خلال صفحات السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند، وزي ما انتم شفتوا وتابعتوا معانا على مدار الحلقه بنتكلم عن منتخبنا والاخبار والكواليس وكل الاخبار المتعلقه بمباراه مصر والسنغال، وكمان القينا الضوء على مباراه الاهلي والهلال السوداني. لكن الجزء الاخير هنروح فيه شويه للسوشيال ميديا والمحتوى اللي كان موجود في السوشيال ميديا عن مباراه مصر والسنغال وايه اللي اتكتب خلال الساعات الاخيره. حساب اليوم السابع اتكلم على ان في حديث ما بين محمد صلاح ولاعبي المنتخب على هامش التدريبات استعدادا لمواجهه السنغال. طيب العنوان بيقول صلاح للاعبي المنتخب، خلي بالكم من الاكل والشرب ولازم نشد امام السنغال. خدوا بالكم يعني خلي بالكم من الاكل والشرب، دي مش الفكره ان الاكل لا قدر الله ممكن يكون مش كويس او الشرب او الميه مش كويسه، لا هو يقصد ان التغذيه عنصر مهم جدا في الاستعداد البدني والفني والذهني لاي لاعب قبل المباريات الكبيره، فبالتالي الفكره انك تاكل كويس تشرب كويس وتنام كويس، كل ده بيفرق معاك وانت بتستعد لهذه المباريات والمباريات الكبيره. وصلاح طبعا لاعب محترف فعارف ان الجزئيات دي لا تقل اهميه عن التحضير الذهني او التحضير الفني من المدير الفني. بصفته كابتن الفريق لازم بياكد على التفاصيل الصغيره دي، لان بالتاكيد عنده برضو بعض اللعيبه لسه ما عندهاش بعض الخبرات، فممكن لاعب او اتنين ما يركزش في التفاصيل دي، فمهم جدا دور الكابتن ان هو يوعي كل زمايله في الفريق على بعض التفاصيل. خدوا بالكم الاكل والشرب، الناس تنام بدري، محدش يسهر، كل واحد يركز، بلاش الموبايلات، كل دي تفاصيل ممكن البعض بيعتبرها صغيره لكن مهمه جدا في التحضير قبل اي مباراه كبيره. وكمان نشد بقى ونلعب بشكل قوي من اول دقيقه امام السنغال. حساب كوره على تويتر نشر تصريحات للمدرب العام الكابتن ضياء السيد واللي بياكد فيها جاهزيه صلاح لخوض مباراه السنغال بصوره طبيعيه. عنوان كوره النهارده الفرعون المصري جاهز للاحتفال، هي طبعا على نفس السياق للفيلم الشهير لاحمد السقا، لكن ان شاء الله الفرعون المصري محمد صلاح هيكون جاهز للاحتفال ان شاء الله في مباراه السنغال. تعرفين احيانا كده بعض العناوين اللي بيتم استخدامها في الافلام السينمائيه ممكن تاخدها في سياق الدراما وفي سياق المباريات وكره القدم. طيب نروح لي في الجول وبيتكلموا على اخر استعدادات منتخب السنغال لمواجهه مصر. صفحه في الجول قالت منتخب السنغال ينهي مرانه الاخير في مراكش قبل السفر الى القاهره. النهارده كان في مران الظهر لمنتخب السنغال على ملعب مراكش انتهى منه، وكان حوالي الساعه 2 الظهر ميعاد سفر منتخب السنغال. وحتى الاتحاد السنغالي على تويتر نشر صوره جماعيه للاعبي المنتخب السنغالي في الطياره قبل التحرك صوب القاهره. اليو سي سي قرر تعديل جدول اليوم ليخوض الفريق مران صباح اليوم قبل السفر مع عدم القدره على خوضه اليوم بعد الوصول للقاهره. البعثه غادرت المغرب الساعه 2 الظهر وهتصل مطال القاهره ان شاء الله الساعه 7:30 من مساء اليوم، وبالتالي مش هيكون في مران مسائي لمنتخب السنغال. بكره هيكون المران الرئيسي على استاد القاهره في نفس توقيت المباراه، ويوم الجمعه ميعاد المباراه 9:30 مساء بتوقيت القاهره. النهارده كمان كانت في المسحه الطبيه الرسميه اللي بيعتمدها الكاف وفيفا، وده تم النهارده صباحا سواء في السنغال او حتى مع منتخبنا الوطني. الشروق نيوز النهارده بتتكلم على خطه المنتخب. كارلوس ساكيروش بيدرس تغيير خطه المنتخب في مباراه السنغال، وده اللي كنت بتكلم معاكم فيه من شويه، ان دايما الاعلام عندنا مهتم جدا بمساله طرق اللعب وخطه اللعب، وهل هيبدا بقفشه ولا ممكن يريح تريزيجيه، طب يلعب بمصطفى محمد وراس حربه تاني معاه، ولا يغير طريقه اللعب ل 4-2-3-1 بدل 4-3-3. النهارده الوطن او الشروق كان بيتكلم على فكره ان في تعديل على التشكيل، ممكن يتجه كروش للدفع بالسوليه مع محمد النني في الوسط، وقدامهم محمد مجدي قفشه صلاح مرموش ومصطفى محمد، وده بنتكلم على طريقه لعب 4-2-3-1.
في نفس الوقت ممكن احمد سيد زيزو يشارك في الشوط الثاني على حسب مجريات المباراه وظروف المباراه. على الصعيد الدفاعي لا يعني لا بزيل سوى وجود الونش مع محمد عبد المنعم، وجود احمد فتوح مع عمر كمال عبد الواحد. البعض كمان كان اجتهد وقال ممكن يلعب بعمر جابر قدام عمر كمال عبد الواحد. زي ما قلت هي كلها وجهات نظر، لكن دايما الاعلام في المواقف المهمه اللي زي دي ما يركزش على التفاصيل الفنيه عشان ما يبرز كل حاجه للاعلام الخارجي وانت داخل على مباراه مهمه زي مباراه مصر والسنغال. وفي النهايه كارلوس ساكيروش من المدربين اللي عنده فلسفه، ما بيغيرش كتير وما بيحبش يعمل مفاجآت لنفسه هو قبل ما يكون للفرقه حتى المنافسه، وبالتاكيد هيلعب بنفس الطريقه اللي هو شايفها مناسبه واللي ظهر بيها في كاس امم افريقيا. طيب الشروق النهارده كمان راحت لتصريحات مهمه جدا لأوغستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي اللي قال فيها ساديو ماني ومحمد صلاح شقيقان افريقيان في فريق كبير في انجلترا هو ليفربول، بيمثلان في الوقت الحالي النموذج الارقى في الصداقه والتنافس، وشاهدنا ذلك في كأس الأمم الإفريقية. تصريحات مهمة جدا من رئيس الاتحاد السنغالي، وهو بالمناسبة النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي، بيتكلم فيها على محمد صلاح وساديو ماني ومدى الصداقة اللي بينهم، بينهما بالتأكيد في صفوف ليفربول، لكن الصداقة دي هتنعكس بقى على المنافسة ما بينهم في ملعب المباراة سواء في استاد القاهرة أو حتى ملعب عبد الله واد اللي هيستضيف لقاء العودة يوم 29 مارس. طب نروح للمشاركات وتوقعات الناس على التشكيلة اللي تبدأ مباراة مصر والسنغال. أحمد فتحي بيقول الشناوي، عمر كمال، عبد المنعم، الونش، فتوح، النن، السولية، أفشة، صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، وإن شاء الله 0-2 لمصر. الناس عندها توقع كده إن ممكن أفشة يبدأ ونغير طريقة اللعب. طيب العربي بيقول الشناوي، فتوح، الونش، عبد المنعم، عمر كمال، حمدي فتحي، النن، السولية، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح. العربي راح للتشكيل اللي كان بيلعب بيه كروش في كأس أمم إفريقيا. بهاء حمادة بيقول الشناوي، فتوح، عبد المنعم، الونش، عمر كمال، السولية، النني، أفشة، مرموش، صلاح، مصطفى محمد، إن شاء الله 0-2 لمنتخب مصر. ده تاني توقع إن المنتخب يكسب 2-0. علي عبد الله ما مرضيش يقول التشكيل، قال لك إن شاء الله فوز مصر 0-1 بإذن الله إن شاء الله. نشوف كمان رأي تاني. محمد أحمد جابر بيقول الشناوي، فتوح، عبد المنعم، الونش، عمر كمال، حمدي فتحي، السولية، أفشة، تريزيجيه، صلاح، مصطفى محمد، وأعتقد هتخلص 1-0 لمصر بإذن الله. هي التوقعات قريبة من بعضها، محدش عايز يقول أرقام كبيرة لأن البعض طبعًا عارف مباراة صعبة. محمد حمودي بيقول الشناوي بالفتوح، منعم، الونش، عمر كمال، حمدي فتحي، النني، أفشة، مرموش، مصطفى محمد، صلاح، وهنكسب 2-1 والعودة هتخلص تعادل 1-1 إن شاء الله. أيوة كده يا محمد. خضني لما قال 2-1 لكن لحق نفسه وقال لك العودة هتخلص 1-1 عشان منتخبنا يتأهل إلى كأس العالم في قطر 2022. إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج الترند. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله لما نلتقي الأسبوع القادم يكون منتخبنا محقق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله في الدور الفاصل والحاسم المؤهل لكأس العالم. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.